عليكم. عبد البيشي هذا المندوب الاقليمي تاع الوطني. دونك في اطار يعني التعريف بخدمات ديال الفضاء المتعدد الوظائف للنساء، خاصه النساء اللي هما يا سميتو ضحايا العنف وكذلك اللي كيعيشوا في واحد الوضعيه جد صعبه. إذن هذا اللقاء كما قلت أنه هو التعريف بالخدمات ديال هذا الفضاء هذا، من ضمن طبيعة الحال الخدمات دياله وهو يعني استقبال هاد النساء اللي هما ضحايا العنف أو في وضعية صعبة، من أجل أنه الدعم ديالهم أولا الدعم النفسي والدعم القانوني وتوجيه هاد النساء هادو في أمور اللي يعني كيعيشوها كمشاكل على طبيعه الحال، مسائل ديال العنف ديال الطلاق ديال حتى يعني الارامل الى غير ذلك. وهناك في هذا الفضاء بطبيعه الحال واحد المجموعه من المساعدات الاجتماعيات اللي كيقوموا بهذا العمل هذا ديال الدعم النفسي والاجتماعي والتوجيهي. هناك بطبيعه الحال في الاول كاين ما يسمى بمساله ديال الاستقبال والاستماع والتوجيه، من بعد يتم توجيهنا في جميع الأمور اللي ممكن أنهم تساعدهم باش أنهم يدمجوا في الحياة الاجتماعية بشكل صحيح. والإضافة لهذا الدعم النفسي والاجتماعي كذلك كان هنا ما يسمى كذلك بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بحيث أن النساء هذو يعني كيتكونوا في واحد مجموعة من التكوين اللي هي مطلوبة في سوق الشغل من أجل يعني تسهيل العملية ديال الإدماج ديالهم. وكذلك كاين ما يسمى بالإيواء اللي يتم إيواء هاد النساء اللي بطبيعة الحال ملي كيتعرضوا للمسألة ديال العنف والطرد من البيت الزوجية، كيكون هاد الفضاء هذا كيستقبلهم، ولكن الاستقبال ديالهم والإيواء ديالهم كيكون في واحد الفترة مؤقتة ريثما يتم إيجاد الحلول المناسبة لهاد النساء اللي كيتم طردهن من البيت الزوجية. مرحا يوسف، رئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية بتطوان. في إطار الشراكة التي تجمع جمعية البحر المتوسط للبيئة والتنمية بتطوان ومندوبية التعاون الوطني بتطوان تحت إشراف وزارة الأسرة، نحن اليوم بصدد يعني يوم دراسي وتعريفي في نفس الوقت للمركز الذي هو في إطار يعني استقبال النساء في وضعية صعبة. هذا المركز اللي تم الافتتاح ديالو في 22 مارس 2023، والطاقة الاستيعابية ديالو هي 8 الأسرة في المرحلة الأولى، على أن يتم في المستقبل توسيع مجال هذا المركز. عليكم، معكم ليلى أحمد أمينة اسماء جمعية البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية. احنا اليوم في هذا اللقاء تواصلي من أجل التعريف بفضاء متعدد الوظائف للمرأة في وضعيات صعبة. هذا المركز جمعية خداته بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني بتطوان، اللي كنشكروها بزاف على التضافر ديالها وعلى المجهودات ديالها، خصوصا مندوب التعاون الوطني باش نشحوا هذا المركز وأيضا هذا اللقاء. أميمة بموسى، مديرة فضاء المتعدد الوظائف للمرأة بتطوان. هذا الفضاء اللي كيشتغل على النساء في وضعية صعبة واللي كيقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة لهذه الفئة، سواء النساء في وضعية صعبة أو الحاضنات لأطفالهن. بالنسبة للخدمات اللي كنقدموا، استقبال، استماع، توجيه، مواكبة، تتبع، الدعم النفسي، الدعم القانوني، وكذا التمكين الاقتصادي للنساء والإيواء الاستعجالي.